مشاركة مميزة. هنيهم هني الاتحادية وهني الرياضيين خاصة على المجهود اللي قاموا به. إن شاء الله هذا يكون دافع للرياضات الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله هذا طبعا راح نكتشف إن شاء الله يعني الرياضيين الجدد إن شاء الله اللي يكونوا هما مستقبل الجزائر. والحمد لله على العموم يعني مستوى جيد جدا للجيدو. مرة أخرى نهني كل الرياضيين الجيدو إن شاء الله على كل ما قدموه في هذه الدورة ومبروك عليهم. أظن أنه يعني احنا شاركنا في كل الرياضيين تاعنا وعندنا كل حظوظ تبقى قائمة باش نصدر إن شاء الله في الأخير، وبالتوفيق لكل الرياضيين إن شاء الله.